بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الأرض. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية بعد تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية لكأس مصر بعد إقصاء فريق الاتحاد السكندري بالأمس بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد السويس مساء أمس. النادي الأهلي يقترب من تحقيق الثلاثية، هو تحدي للجهاز الفني وتحدي للاعبين من أجل الجماهير العاشقة لهذا الكيان الكبير. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة وموضوعات مهمة، لكن نبدأ بسؤال الحلقة. وجه رسالتك للاعبي النادي الأهلي بعد الفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر. شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة فيسبوك وتويتر وإنستجرام، ومن خلال زي ما أنتم شايفين على الشاشة العرض هذا السؤال. هنعرض كل مشاركاتكم في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند، وقدر الإمكان بنحاول نعرض كل مشاركات الجماهير، لأن أنتم في الأساس بالنسبة لنا أنتم الترند، جمهور النادي الأهلي. لكن سريعا ندخل في عناوين الحلقة، والنهاردة عندنا عناوين مهمة جدا بالنسبة لمشوار الأهلي في المرحلة القادمة. في ترند الأهلي، الأهلي يواجه الطلائع في نهائي الكأس على ملعب برج العرب. وكمان في ترند الأهلي، الشحات يشارك في السوبر الإفريقي. وفي الترند العالمي، الليلة قمة بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. اليوم بالتأكيد في مباريات قوية ومثيرة في دوري أبطال أوروبا. طبعا بنستعرض مع حضراتكم كل يوم 3 و4 المباريات اللي تقام في الجولات النهائية، وبالتأكيد مباريات المجموعات بالنسبة لمرحلة دور الـ 32 في دوري أبطال أوروبا. النهاردة في ما يقرب من حوالي 8 مباريات، مباراتين الساعة 8 إلى 5، كراسنودار هيلعب مع رين، وأيضا كمان بشكشهير هيلعب مع لايبزيج الألماني. ولكن الساعة 10 في 6 مباريات قوية جدا، إشبيلية في مواجهة مع تشيلسي، يوفنتوس مع دينامو كييف، فرانك فروزي هيلعب مع برشلونة، بروسيا دورتموند في مواجهة قوية مع لاتسيو الإيطالي، وكلوب بروج في مواجهة مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي. وفي الختام مباراة القمة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي. مباراة قوية ومثيرة جدا، وفي ختام مباراة اليوم بالتأكيد الكل هيتابع ويهتم بهذه المباراة. لكن حلقة النهاردة فيها كلام مهم وتفاصيل كثيرة، وهنستعرض كمان الجديد بعد التأهل لنهائي الكأس والفرحة بالتأكيد الكبيرة لجمهور النادي الأهلي. كل ده لكن بعد الفاصل، وفقرة مهمة جدا في ترند الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند ترند. فقره ترند ترند النهارده هنتكلم في 4 عناوين رئيسيه. طيب اول عنوان بنتكلم على مباراه الامس، بعد الفوز على الاتحاد السكندري الاهلي تاهل الى نهائي كاس مصر طبعا لمواجهه فريق طلائع الجيش. المباراه كان من المقرر في البدايه انها تتلعب على استاد القاهره الدولي، لكن اليوم اتحاد الكوره ارسل خطاب رسمي الى النادي الاهلي اختاروا ان المباراه هتكون على استاد برج العرب يوم السبت القادم الساعه 8 مساء. كنا نتمنى المباراه طالما انتقلت الى استاد برج العرب تكون في موعد مبكر شويه، في حدود حوالي الساعه 6 مثلا او 5، لان بالتاكيد في عوده سفر من الاسكندريه الى القاهره، الجو كمان في الاسكندريه بالليل تحديدا بيبقى جو ثلج او جو ساقع جدا، فكان ممكن طالما المباراه انتقلت الى استاد برج العرب في الاسكندريه كان ممكن التوقيت بدل 8 ممكن تقام مبكرا الساعه 6 الساعه 5، بحيث ان يكون الامور كلها مهيئه ان احنا نشوف نهائي كاس مصر يليق باسم الفريقين، خاصه طبعا اسم النادي الاهلي وهو بطل افريقيا، فهيدي ايمج وقيمه تسويقيه لنهائي كاس مصر. طيب الجزء الفني وهو متعلق بالتحدي الجيد اللي نجح فيه الجهاز الفني بقياده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع لاعبيه في مباراه الامس، هو الجزء متعلق بايه؟ بان انت فائز بدوري ابطال افريقيا منذ ايام قليله وتخوض نصف نهائي الكاس، فبالتالي محتاج تخلق دوافع جديده وتجهز اللعيبه لمباراه كبيره زي دي امام فريق عريق بالنسبه لنا فريق الاتحاد السكندري. الجهاز الفني واللاعبين نجحوا في هذا الاختبار، وهذا الاختبار كانت الجماهير بتنتظره بشكل كبير جدا، لانه هيفكرنا بالجيل الذهبي والاجيال اللي كانت بتعمل مباريات كبيره جدا في فتره من 2004 2005 حتى موسم 2009 2010، كنت بتلعب في الموسم ما يقرب من 5 بطولات بتفوز بال5 بطولات.
تخلص من نهائي افريقيا تخش على السوبر المصري، تخلص من السوبر تخش على مباراه الكاس، الدوري، السوبر الافريقي، ايضا كمان كاس عالم انديه. فبالتالي التحدي في خلق الدوافع الجديده اللي ظهرت في مباراه الامس. والنقطه الايجابيه ايضا اللي عايز اتكلم عليها ان كان في ذخيره حيه على دكة البدلاء امبارح، تشعر بالفعل ان لا السكواد بتاع قائمة الاهلي الفترة الجاية بإذن الله رايح في اطار ايجابي جدا وجيد جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية. وانا بتكلم على السكواد، مهم جدا الفترة الجاية يكون في عناصر بديلة وعناصر اخرى جاهزة، لان في ضغط مباريات هيحصل الفترة الجاية، ونثق تمام الثقة في اللاعبين وفي الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لانه مدرب ذكي جدا وبيعرف يتعامل نفسيا وفنيا ونفسيا مع اللاعبين خلال الفترة اللي جاية. آخر حاجة وأنا بتكلم على الرغبة في هذا التحدي وتحقيق الثلاثية، النقطة السلبية كانت في التحكيم بالأمس. لولا تقنية الفيديو الفار كان هيكون في أزمة كبيرة جدا. ركلة الجزاء كانت غير صحيحة لولا الفار، طبعا كانت ممكن تحتسب على النادي الأهلي. الحمد لله الكورة بالأمس اللي الأهلي أحرز بها الهدف كانت مش ضربة، يعني ما كانش يعني لعيب الاتحاد هو اللي طلع الكورة برجله، وفي نفس الوقت كمان ما كانش فيه اي فاول، فالفار كان موجود، فالحمد لله الهدف كان سليم. فبالتالي الاهلي قدر يحقق مكسب جيد جدا، وبتحكيم الفار كان عادل وسمح للنادي الاهلي يوصل لمباراه نهائي كاس مصر. لكن لولا الفار الاهلي كان هيواجه ازمه تحكيميه كبيره، وبالمناسبه مش في المباراه دي فقط، لا في مباريات كثيره حصلت في الدوري العام. مباراه نهائي الكاس نتمنى ان يكون في حكم على قدر المستوى، وحكم في تقنيه الفيديو حكم دولي على قدر المستوى، عشان كل نادي ياخد حقه. قدامكم على الصوره اهي الكوره دي تحديدا ضربه ركنيه، لانها لمست لاعب الاتحاد في اللحظات الاخيره قبل ما تطلع الى خط المرمى، وبالتالي كمان علي معلول لا في اي دفع ولا في اي شيء، الصوره معبره وواضحه بنسبه كبيره، والاهلي حقق نتيجه جيده وتاهل بتحكيم الفار. طيب الحاجه الثانيه، ودي بقى موضوع امبارح الحمد لله كان لنا السبق والانفراد، لان احنا معودينكم في برنامج الترند تحديدا الحمد لله اي معلومه بنجيبها من مصدرها وقبل اي حد ما يطلع يتكلم عليها. انا لاحظت الفتره الاخيره الكل عمال يتكلم على موعد السوبر الافريقي، والكل اجتهد والتزم بالتصريحات الرسميه اللي خرجت من اتحاد الكره وقتها، والكلام ده كان في اخر نوفمبر، وعرضنا امبارح التصريحات للسيد عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل واللي قالوا السوبر يوم 10 ديسمبر. توجهنا و كلمنا مصادرنا في الاتحاد الافريقي وسالنا على فكره الموعد، طبعا لقينا ان مفيش اصلا اي قرار او اي توصيه بميعاد 10 ديسمبر، بل بالعكس في اجتماع مكتب تنفيذي يوم 10 ديسمبر في الاتحاد الافريقي عشان يحددوا الملعب وتوقيت مباراه السوبر الافريقي. اليوم عدد من المواقع الرياضيه يمكن تنقلت بنفس الانباء ونفس المعلومات اللي احنا قلناها، بل بالعكس اكدت معلومه ايجابيه اكتر من كده كمان. قالوا ان في توصيه من لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي ان هناك توصيه ان المباراه تتلعب يوم 18 ديسمبر في انتظار الاعتماد الرسمي من المكتب التنفيذي في اجتماعه يوم 10. وبالتالي السبق والانفراد اللي احنا قلناه امبارح بيتحقق النهارده على ارض الواقع، وخلال ايام قليله مع اجتماع المكتب التنفيذي سيتم اعتماد الملعب وتوقيت المباراه. كان الكاف كان اعلن ان مباراه السوبر الافريقي في بيان رسمي صدر في منتصف نوفمبر الماضي ان المباراه ستقام في مصر بشكل رسمي ونهائي. طيب العنوان الثالث وهو متعلق به حسين الشحات لاعب النادي الاهلي ونجم فريق الكره بالنادي الاهلي. اليوم النادي الاهلي تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم يخبره بان اللاعب تم ايقافه مباراتين بعد حاله الطرد التي تعرض لها في ختام مباراه الزمالك نتيجه طبعا الاشتباكات التي حدثت بسبب بعض الخروقات من احد لاعبي نادي الزمالك. وبالتالي الاتحاد الافريقي التزم بتقرير حكم المباراه الجزائري مصطفى غربال، وكانت العقوبه ايقاف مباراتين لحسين الشحات. طبقا للائحه والمنشور الرسمي اللي وصل للنادي الاهلي، هذا القرار سيسري فقط على مباراتي دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، وبالتالي يحق لحسين الشحات المشاركه في مباراه السوبر الافريقي. البعض يقول لي ما هو هذا القرار ممكن كان يتحول للجنه انضباط، طالما المراقب ما ذكرش في تقريره وكان الامر برمته مع حكم المباراة، هنا القرار بيكون اختصاص لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي مش لجنة الانضباط، وبالتالي لجنة المسابقات خدت قرارها بإيقاف حسين الشحات مباراتين. في اجتماع بالمناسبة لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي اليومين الجايين، بس على جدول الاعمال لغاية اللحظة دي مفيش اي حاجة متعلقة بمباراة نهائي افريقيا بين الزمالك والاهلي، وبالتالي حسين الشحات ان شاء الله هيكون احد الدعائم والعناصر الاساسية في مباراة نهضة بركان. اختم بالقائمة الثانية لفريق النادي الاهلي قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر.
طبعا كلنا عارفين ان مواعيد القيد حصل فيها تعديلات كتيره، والحمد لله يمكن لينا السبق ايضا هنا لما فتحنا ملف القيد المحلي والقيد الافريقي وقلنا في جرس انذار في الجزئيه دي عشان مصالح الانديه المصريه. وبالفعل النادي الاهلي حتى 30 نوفمبر كان سجل حوالي 28 لاعب في القائمه المحليه، ومن ضمنهم ايضا كمان لاعب اضافي لانه لاعب تحت السن مصطفى شوبير حارس مرمى، وبالتالي اصبحت القائمه الافريقيه 29 لاعب. طبعا هؤلاء اللاعبين القائمة المحلية 28 والقائمة الإفريقية 29، لكن من النهاردة لغاية 6 ديسمبر تقدر تضيف صفقات جديدة بالنسبة لك أو لاعبين جدد بالنسبة لك عشان يكونوا معاك في القائمة المحلية. ولكن القيد الإفريقي خلاص كان آخر ميعاد ليه 30 نوفمبر، فبالتالي أي لاعب هتأيده النهاردة لغاية يوم 6 في القائمة المحلية مش هتقدر تأيده إفريقيا إلا في شهر يناير، بمعنى دق بعد نهاية مباريات دور ال 32، لأن طبعا أي لعيب محلي هتضيفه في فترة فبراير مارس الانتقالات التانية في مصر مش هتفيدك، لأن القائمة الإفريقية القيد التاني عندها هيكون في شهر يناير. فبالتالي من هنا اليوم 6 ديسمبر أي لاعب جديد أنت هتأيده هيكون معاك إن شاء الله في القائمة الإفريقية، ولكن في يناير القادم تقدر تقول الجهاز الفني خلاص، يعني بدر بانون، رمضان بيكهام، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، الشريف، كريم نيدفيد، صلاح محسن، احمد ياسر، ريان، دي ابرز العناصر العائده من الاعاره وايضا الصفقات الجديده. ملحوظه اخيره في 10 ثواني، ودي رساله لجمهور النادي الاهلي عشان تبقى عارفه الجزئيه دي مهمه جدا. اي لاعب لم يقيد في القائمه الاولى المحليه لانه كان لاعب قديم وموجود مع الاهلي في الموسم الماضي، ده قرار ورؤيه فنيه للنادي الاهلي، وبالتالي الاهلي طالما لم يقيده منحه فرصه الاختيار والرحيل كيفما يشاء. تاني، اي لاعب لم يقيد في القائمة الأولى للنادي الأهلي هي رؤية للنادي الأهلي ورؤية لقطاع الكرة، وبالتالي يحق للاعب اختيار مصيره كيفما يشاء. أعتقد الرسالة واضحة وصلت لكل الناس. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستعرض مع بعض المحتوى اللي موجود على النادي الأهلي ولكن في السوشيال ميديا. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. فقرة ترند الأهلي هنستعرض مع حضراتكم المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا، والناس اتكلمت ازاي خلال الساعات الاخيره بخصوص الاهلي بعد التاهل نهائي كاس مصر. اول حاجه معايا من الحساب الرسمي لنادي الاهلي على تويتر، نشروا الصوره لمحمد مجدي قفشه بعد هدفه امبارح في الاتحاد السكندري، وكتبوا ده تشوفه تقول تنزل بالنقط لغايه لما ممكن توصل لفكره القضيه ممكن. قفشه القاتل عمل امبارح مباراه كبيره وهدف قاتل، تقدر تقول القضيه ممكن سواء في مباراه الاتحاد وطبعا القضيه في دوري ابطال افريقيا، حدث ولا حرج. طيب لسه كمان مع الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صفحة رسمية للنادي الأهلي، ملك القضية محمد مجدي قفشة هو نسر مباراة اليوم أمام نادي الاتحاد السكندري. بالمناسبة هدف محمد مجدي قفشة امبارح كان الناس كلها بتتكلم على طريقة إحراز الهدف. محمد مجدي قفشة وهو بيتحرك بوش رجله بصباع رجله الكبير شاطها في البعيدة، جت بشكل رائع جدا، كرة بتنم على لاعب عنده إمكانيات رائعة جدا وقدر يفرض نفسه على الكرة المصرية خلال المباريات الأخيرة. طيب حساب جول على تويتر كتبوا قدم قفشة اليمنى تعيش أفضل فتراتها الآن. ربنا يحرسك يا محمد، وإن شاء الله الفترة الجاية لسه منتظرين منك الكتير، وقدامكم الصورة حتى تسديدة محمد مجدي قفشة برجله اليمنى والكرة بتسكن شباك حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. هدف رائع ومميز مش هيقدر يحرزه إلا اللاعب رقم 19 نجم النادي الاهلي زي ما انتم شايفين محمد مجدي قفشه، رقم 19 نجم محمد مجدي قفشه. طيب مكملين مع بعض، وصفحه في الجول على تويتر ايضا وعلى الفيسبوك اقصد كاتبين جامدين ومفيش الا احنا، حلوين ومفيش الاحلى، الاهلي يهزم الاتحاد بالضربه القاضيه ويتاهل الى نهائي كاس مصر. دي صفحه رسميه في الجول عبر الفيسبوك، وطبعا صوره كتيبه فريق النادي الاهلي النجوم وكأس مصر بين اللاعبين، وفي المقدمة المدرب المميز بيتسو موسيماني حقق الثلاثية مع سان داونز وبيسعى لتحدي الثلاثية مع النادي الأهلي. طيب مكملين مع حضراتكم أيضا كمان، ومن اليوم من في الجول أيضا كتبوا أيام سعيدة لجماهير الأهلي 31. طبعا احنا بنتكلم هنا في تاريخ شهر نوفمبر، يوم 27 نوفمبر الفوز بالديربي وبطولة إفريقيا للمرة التاسعة، ويوم 1 ديسمبر الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري، الثلاثية أصبحت قريبة من الجزيرة. قدامكم طبعا على الصورة
صوره جماعيه لفريق النادي الاهلي في استاد القاهره وقت التتويج بدوري ابطال افريقيا. دي من صفحه في الجول على الانستجرام، واتكلموا على ايام سعيده لجماهير النادي الاهلي. يا رب تفضل كده الايام كلها سعيده لجمهور النادي الاهلي. طيب صفحه اليوم السابع، صفحه رسميه ليهم على الفيسبوك، نفس الصوره الجماعيه للاعبين وعلي معلول فرحان طبعا بالتسعه، وعنوان رئيسي زمن الاهلي. طبعا النادي الاهلي عامل انجازات طيبه الفتره الاخيره، وان شاء الله باذن الله مع كاس مصر هنقدر نجيب رقم قياسي او نحقق رقم قياسي سبق النادي الاهلي حققه في موسم 2005-2006 لما فاز بالدوري والكاس، وكان دوري ابطال افريقيا التحدي اللي كان مع مانويل جوزيه، وان شاء الله يقدر بيتسو موسيماني مع اللاعبين يقرروا يوم السبت القادم. طيب معانا من الحساب الرسمي على الانستجرام لطاهر محمد طاهر، ده الحساب الرسمي لطاهر محمد طاهر عبر انستجرام، وبيقول مبروك لجمهور النادي الاهلي اول ماتش، الحمد لله وان شاء الله بطل الكاس. طبعا دي صوره من مباراه الامس، وكان طبعا طاهر محمد طاهر ما كانش موفق في احراز الاهداف، لكن البدايات مبشره، في لمسات كده معينه بتقدر تقول البدايه ان شاء الله هتكون موفقه لطاهر محمد طاهر مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب مكملين مع حضراتكم، ومين سبورت 360 على تويتر بيتكلموا على المكاسب اللي حققها النادي الاهلي من انتصاره على الاتحاد في كاس مصر. اولا تاهل الى نهائي كاس مصر ليلعب على اللقب الثالث في اقل من شهرين بعد تتويجه بدرع الدوري ودوري ابطال افريقيا، وبات قريب من الثلاثيه. سلسله الله هزيمه، النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره لم يخسر تحت قياده بيتسو موسيماني في 9 مباريات، اي مباراه ما بين مباريات محليه وافريقيه والمباراه الاخيره امام الاتحاد في الكاس. الحاجه الثالثه او العنوان الثالث، الوجوه الجديده، شهدت المباراه ظهور وجوه جديده بعد الصفقات والتعاقدات الجديده في مباراه الكاس، طبعا ابرزهم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن. ثم التفوق التاريخي على العميد كابتن حسام حسن، واصل الاهلي تفوقه على حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري في المواجهات التاريخيه بينهما. واخر حاجه العوده من جديد، وده اللي حصل بعد الفوز على الزمالك في دوري ابطال افريقيا ثم تخطي الاتحاد السكندري في كاس مصر. كل التوفيق للنادي الاهلي وننتظر مباراه النهائي. طبعا باذن الله النادي الاهلي مباراه دوري ابطال افريقيا القاضيه ممكن، ومباراه الاتحاد السكندري القاضيه ممكن، ونهايه كاس مصر الكل يقول يا رب. القاضيه ممكن، شاط الكوره وجول، القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، القاضيه ممكن. اهلا بحضراتكم من جديد، ونستكمل مع بعض ترند الاهلي وحاله السعاده والنشوه الفرحه والانتصارات لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. طيب نشوف مع بعض ابرز حاجه على السوشيال ميديا. صفحه السوبر كوره بتتكلم بقى عن المرحله الجايه، صفحه سوبر كوره على الفيسبوك كتبوا خبر بعنوان لاعبو الاهلي يخضعون لمسحه طبيه غدا استعدادا لنهائي كاس مصر. طبعا كلنا عارفين ان في عدد من اللاعبين كان بعيد الفتره الاخيره، ابرزهم طبعا اليو ديانج ووليد سليمان اللي كانوا بيلعبوا في القائمه الافريقيه، مش موجودين الفترة الحالية بسبب المساحات الطبية، لكن هنطمئن إن شاء الله غدا عشان نعرف جاهزيتهم للفترة اللي جاية، وأهم حاجة سلامتهم يا رب للمرحلة اللي جاية. الوطن سبورت بيتكلم في نفس الإطار، اليوم خماسي الأهلي المصاب بكورونا يخضع لمسحة جديدة. طبعا بنتكلم في وليد سليمان، اليو ديانج، أحمد ياسر ريان، أحمد رمضان بيكهام، ومحمد شريف، إن شاء الله يرجعوا سريعا ونطمئن على صحتهم وسلامتهم، وتاني حاجة للملاعب الفترة اللي جاية. طيب صفحة يلا كورة بتتكلم بقى على مصدر في الاتحاد الافريقي كاف بيقول ان لجنه الانضباط لن تناقش احداث نهائي القرن بين الزمالك والاهلي. طبعا الحساب الرسمي ليلا كولا على تويتر بيتكلم على فكره ان لجنه الانضباط على جدول اعمالها غير مدرج احداث مباراه نهائي افريقيا بين الزمالك والاهلي. في ترند الترند كنت اتكلمت معاكم في نفس الاطار وقلت القرارات اللي صدرت هي قرارات لجنه المسابقات، لكن في النهايه تقرير مراقب المباراه كان بعيد تماما عن احداث المباراه، وبالتالي مفيش اي امور متعلقه انضباطيه في هذه المباراه، واكتفوا
ان حسين الشحات الحمد لله مباراتين لكن هيكون موجود في السوبر، والايقاف هيكون ساري فقط على مباراتي دوري ابطال افريقيا خاصه الدور ال 32 في اواخر ديسمبر. طيب بنكمل مع بعض، وصفحه الاهرام بتتكلم بقى، صفحه الاهرام على تويتر بتتكلم على خمس حكام مرشحون بقوه لاداره السوبر الافريقي. طبعا احنا بنتكلم هنا بقى على مباراه ان شاء الله باذن الله هتقام في الفتره يعني غالبا بنسبه كبيره يوم 18 ديسمبر، لكن بننتظر الاعتماد الرسمي خلال الفتره اللي جايه. لكن الحكام المرشحين صفحه الاهرام على تويتر بيتكلموا في خمس حكام: السنغالي ماجيتي نداي، والحكم الزامبي جاني سيكازوي اللي كان موجود في غرفه الفار في نهائي افريقيا، والاثيوبي مملكه تسيما، والجنوب افريقي فيكتور جوميز، واخيرا الحكم الجامبي بكاري جسامه. النهارده احنا بنتكلم في 2 ديسمبر قبل المباراه ب 72 ساعه، برنامج الترند باذن الله هيكون حاضر معاكم لكم الرؤيه الاخيره لمجلس خبراء التحكيم ومين هيكون حكم لهذه المباراه سواء في الساحه او حكم الفار. لكن في اللحظه الحاليه لسه في مشاورات في اكتر من اسم، مش خمسه لا اكتر من خمسه خلال الفتره اللي جايه. دي كانت صوره عامه بالنسبه للامور الموجوده في ترند الاهلي خلال الساعات الاخيره وبعد الفوز على الاتحاد السكندري في نهائي كاس مصر. اخر حاجه سريعا قبل ما اطلع الى فاصل، بعد الفوز على الاتحاد اصبح الاهلي مقبل على بطولات قويه الفتره الجايه: السوبر المصري، كاس مصر الموسم الجديد، دوري، دوري ابطال افريقيا، والسوبر الافريقي، وكاس العالم للانديه. عوده من جديد للامجاد اللي بدات في 2005 في بدايه القرن الجديد. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وترند العالمي. ترند العالمي بقى طبعا في مباريات كبيره في دوري ابطال اوروبا وفي احداث كثيره خلال الفتره الحاليه بعيدا شويه عن الاحداث المحليه وانتصارات النادي الاهلي. فعايز ابدا مع بعض ترند العالمي في موضوع مهم جدا. اول حاجه من صفحه جول على تويتر بيتكلموا ان رابطه الدوري الانجليزي اعلنت انه عندما تغادر المملكه المتحده الاتحاد الاوروبي نتيجه اتفاق بريكست سيؤدي لتغييرات في لوائح وضوابط التعاقدات مع اللاعبين في المسابقات الإنجليزية. طبعا كلنا عارفين أن بريطانيا أو تحديدا إنجلترا كانت موجودة في الاتحاد الأوروبي. مجرد ما تخرج من الاتحاد الأوروبي هيبقى في أمور متعلقة بلوائح وضوابط التعاقدات مع اللاعبين في الفترة اللي جاية، خاصة اللاعبين الأجانب وعددهم وعدد اللاعبين الموجودين في الدوري الإنجليزي. وكل الأمور دي بالتأكيد هتكون ليها علاقة بتصريح العمل اللي هيتم في المملكة المتحدة ومدى تأثيره على مباريات البريمير ليج الدوري الإنجليزي. مثلا ترتبط مصادقة الحوكمة الرياضية بالمشاركات الدولية لأي لاعب مع منتخب بلاده والتي يجب أن تتجاوز 70% خلال آخر عامين. ده هنا متعلق باللاعب اللي ممكن عشان يجي يلعب في الدوري الإنجليزي لازم يكون لاعب 70% من مشاركة مع منتخب بلده، ده عشان نعلي القيمة التسويقية والقيمة الفنية للدوري. طب لما إنجلترا تخرج بره الاتحاد الأوروبي، هنا بقى لوائح وانتقالات اللاعبين هنا هيكون لها تأثير على هذه القواعد بالنسبة للاعيبة اللي هتنضم للدوري الإنجليزي. فبالتالي هنشوف الفترة الجاية الأندية اللي ممكن تتعاقد كمان مع لاعبين جدد تحت 21 سنة في انتقالات يناير وست لاعبين على مدار الموسم. كل هذه الانتقالات واللوائح هيحصل فيها تعديلات لو بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. طيب مكملين مع بعض برضه ونشوف موضوع مهم جدا، وده من خلال حساب ميرور على تويتر. نشر تصريحات لأندي ريبيرسون لاعب ليفربول واللي قال العلاقة بين لاعبي الهجوم تحديدا محمد صلاح وساديو ماني خارج الملعب قوية جدا، وفي الملعب كل شيء بينهم جيد جدا. أضاف كمان أن اللعيبة بتاخد رواتبها، مفيش أي أنانية، كل واحد بيحاول يسعى أنه يسجل ويجازف في التلت الأخير من الملعب، وده شيء طيب ما بين أي لعيبة بتلعب في مركز واحد. طبعا ده نتيجة كل الأنباء واللي بتتكلم على فكرة أن في منافسة قوية سواء داخل الملعب أو خارج الملعب بين صلاح وساديو ماني. طيب لسه مع حساب ميرور على تويتر أيضا نشر تصريحات ل ريو فيرديناند، طبعا مدافع مانشستر يونايتد الاسبق، واللي بيتحدث فيها عن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قائلا انه يتبع نفس اسلوب السير اليكس فيرجسون المدير الفني لمانشستر يونايتد الاسبق في السيطره على نجوم الفريق. طبعا هنا في فيديو نتابع ونشوف تصريحات ريو فيرديناند عن يورجن كلوب. Going on, but
both. He will enjoy both. With an opponent like Ajax, we had a football moment, great football moments, could have scored early. Dino defended well, which is a big part of football. Had counted attacking chances and football chances in there. طيب بنكمل مع بعض وحساب بطولات على تويتر بيتكلم على جوارديولا. طبعا المدير الفني للمان سيتي تصريحات ليه نشرت على حساب بطولات على تويتر بيتكلم على ان هو قدم اداء رائع امام بورتو البرتغالي في مباراه دوري الابطال، وطبعا المباراه انتهت بالتعادل السلبي. والسنه دي بصراحه السيزون ده تحديدا الناس بتتكلم على نتائج مخيبه للامال بالنسبه للمان سيتي سواء في الدوري الانجليزي او حتى في دوري ابطال اوروبا، لكن بشكل عام جوارديولا قال ان احنا قدمنا اداء رائع امام بورتو وفي النهايه فودن صنع الفارق مع مانشستر سيتي. طب بنكمل مع بعض ومن حساب جول على تويتر نشر تصريحات لزيزو زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني بعد الخساره من شختار دونيتسك الاوكراني بهدفين مقابل لا شيء. قال انا لن استقيل، لقد مررنا ببعض الاوقات العصيبه وسنتغلب عليها دائما، نواجه فترة سيئة من حيث النتائج، هذه حقيقة الأمر، لكن علينا الاستمرار. نتابع تصريحات زيزو بعد المباراة. طيب زين الدين زيدان السنة دي في الدوري الأسباني أيضا نتائج مخيبة للأمال، لكن طبعا في دوري الأبطال نتائج غريبة جدا، لكن لو زيزو كمل بالاستراتيجيه اللي عنده يقدر يعمل نتائج ايجابيه. طيب اخر حاجه معايا في الترند العالمي من حساب انتر ميلان على تويتر نشر تصريحات لانطونيو كونتي المدير الفني للفريق عقب الفوز على بروسيا مونشنجلادباخ 3-2 بدور الابطال. قال اعتقد اننا لعبنا مباراه كبيره ونستحق الفوز بها، صنعنا عده فرص لتسجيل اهداف وكان من الممكن ان تكون النتيجه افضل. نتابع جزء من تصريحات انطونيو كونتي. Penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, partita per me strameritata, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, per arrotondare il punteggio non era semplice. اهلا بحضراتكم من جديد ودي كانت ختام جزء الترند العالمي. طيب نستعرض مشاركات حضراتكم بالنسبه لتوقعاتكم والرساله اللي ممكن كنتوا قلتوها للاعبي النادي الاهلي في بدايه الحلقه. نبدا بمحمود ناصر قال رجاله رجاله وابطال وان شاء الله عندنا الثقه فيهم وهنحقق الخماسيه ونعمل شغل كويس في المونديال باذن الله. طيب محمد السيد قال الخمسه رجاله ان شاء الله، لازم الجيل ده اسمه يتكتب في التاريخ جنب جيل العظيم جيل مانويل جوزيه. استاذ مصطفى بيقول امامهم فرصه تاريخيه لتسطير عشان تسطروا اسمائكم في سجلات القلعه الحمراء. طيب نستعرض برضو بعض الرسائل الايجابيه من جمهور النادي الاهلي. حساب باسم مكه المكرمه كونوا يعني مصدر فرح وسعاده الى جماهير النادي الاهلي في كل بطوله. استاذ مصطفى ايضا ليه تعليق تاني قال الكاس يا اهلي، والورداني بيقول الكاس يا اهلي. في تفاؤل بالنسبه للمرحله الجايه والجماهير بتوجه رسائل ايجابيه، وزي ما قلت لكم النتائج اللي اتحققت الفتره الاخيره ادتنا يعني مصدر ثقه وقوه ان الموسم اللي جاي والفتره اللي جايه في تحدي مع جهاز فني متميز واختيار رائع بقيادة بيتسو موسيماني. حقق الثلاثية في جنوب إفريقيا ويسعى لتحقيق الثلاثية في مصر مع النادي الأهلي نادي القرن. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي على خير بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.